إليكم تفاصيل. صرح وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار قول عمر بن يونس أن اللجنة الوطنية للعقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو التي تم تنصيبها اليوم ستعمل على تقديم تقارير كل 3 أشهر إلى الوزارة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستقدم في الأخير تقريرا عاما إلى الوزير الأول والثلاثية المقبلة. كمال جفال رصد التالي. هذه المجموعة راح تنصب نصبناها اليوم راح تجتمع وكل 3 شهور راح تقدم لين احنا كوزير ولرؤساء المجموعات جمعية الباترونية والاتحاد العام للعمال الجزائريين تقرير كل 3 شهور، ومن بعد الثلاثية المقبلة راح يكون تقرير عام للوزير الأول وللثلاثية، لأن كان هناك التزامات في 3 أطراف، التزامات من الحكومة، التزامات من الباترونة، التزامات من الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وفي ذات السياق قال عمر بن يونس أن هذه اللجنة كلفت بمتابعة وتقييم ومتابعة أهم الالتزامات التي خرجت بها الثلاثية الفارضة. كحكومة عندنا التزامات فيما يخص خاصة تحسين محيط الأعمال، الباترون عنده التزامات فيما يخص قوانين احترام قوانين فيما يخص تسيير المؤسسات، الاتحاد العام عنده ثاني التزامات خاصة فيما يخص الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسات، لأن احنا محتاجين خاصة في إنشاء بعض المؤسسات وهذا فيما يخص كل هذه الاستثمارات الكبيرة، استقرار المؤسسات هو شيء مهم في لنمو هذه المؤسسات. ومن جانبه صرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيد السعيد أن العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو سيوضع لدى المكتب العالمي للأعمال ليكون بمثابة وثيقة تدل على الحوار في الجزائر ومثال يقتدي به أقول عالميا. محمد سعدوي. conjointement gouvernement patronat et UGTA déposer le pacte national économique et social de croissance au niveau du bureau international du travail. Donc il sera enregistré comme étant un instrument de dialogue et de concertation au niveau de notre pays et qui se servira également de référence dans toutes les discussions ou négociations au niveau du BIT. وقد صرح وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار أن المؤسسات في الجزائر تعاني من مشكل كبير وهو المنافسة غير الشريفة من بعض المؤسسات المستوردة التي تغرق السوق بمنتوجات غير مطابقة للمعايير الدولية. On a remarqué un problème de fond qui se pose à toutes les entreprises algériennes, qu'elles soient du secteur privé ou du secteur public, c'est cette concurrence déloyale qui provient d'un certain nombre d'importations de produits qui sont en deçà de la qualité internationale, mais qui envahissent notre marché et qui est vraiment, moi je pense, de mon point de vue actuellement, la plus grave menace contre l'entreprise algérienne, ce sont ces importations sauvages et incontrôlées. في شان مختلف، نظمت اليوم تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات الرئاسية أول وقفة أمام مقام الشهيد برياض الفتحة في خطوة تعتبر بمثابة أول خروج للشارع من قبل الأحزاب المعارضة للعهدة الرابعة والتي قررت أن تكون احتجاجاتها سلمية، حيث شهدت الوقفة التحاق شخصيات معروفة بها أمثال عبد الرزاق مكري رئيس حركة المجتمع سلم ومحمد ذويبي رئيس حركة يلا، غير أن الوقفة لم تلقى إقبالا كبيرا وتفرق المحتجون في وقت قصير. بيان مدرجة في البيان الماضي زيادة على مواصلة الجهد مع كل أطياف الطبقة السياسية من أجل بناء مشروع سياسي وطني انطلاقا من دستور توافق يضمن الحقوق والحريات لكل شعب الجزائري أيضا حريته في المستقبل إن شاء الله بممارسة حقه الدستوري والقانوني، إلا أننا نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى عملنا وجهدنا حتى تعود الكلمة للشعب هو صاحب القرار في من ينتخبه ومن يقوده. يشترطون مثلا مش عارف أنا الرخصة من أجل عقد أي نشاط، هذا من تقاليد النظام الواحد الحزب الواحد، يشترط يعتبرون أي وقفة هي تجمهر وهو معاقب عليه في القانون، وهذا المنطق غلط مصحيح، هذا متعارض مع دستور 89 ومتعارض مع دستور 96 ومتعارض مع كل التقاليد المعروفة في البناء الديمقراطي التعددي على المستوى العالمي كله.
يكفي الإخطار الأصل. أي حزب حب يدير أي تظاهرة، حب يدير تجمع، حب يدير نشاط، يخطر الإدارة فقط بأنه يريد ذلك حتى الإدارة تأخذ الإجراء انتحى. ويحدث ذلك في حين شرعت مديرية الحملة الانتخابية لمرشح رئاسيات 2014 موسى تواتي في وضع آخر الرتوشات والتحضير عبر كل الدوائر والولايات للانطلاق الرسمي في الحملة الانتخابية. هذا وقال مدير الحملة الانتخابية للمرشح موسى تواتي عبد القادر بوجراس أن التحضير جار عبر كل ولايات الوطن، مضيفا أن رؤساء المكاتب الولائية يتحولون إلى مدراء الحملة الانتخابية. يقول عبر كل ولاية. ميكروفون محمد بومشو. الجبهة الوطنية الجزائرية بمرشحها السيد موسى تواتي العمل يعني جاري في التحضير يعني المادي والمعنوي لهذه الحملة الانتخابية. فمثلا على مستوى كل الولايات، احنا بما ان الجبهة الوطنية الجزائرية حزب مهيكل، فكل رؤساء المكاتب الولائية والمسؤولين هم مدراء الحملة الانتخابية على مستوى الولايات، كذلك على مستوى البلديات. يعني نحتمد على حزبنا بما انه مهيكل للعمل لصالح مرشحنا. وأضاف بوجراس أن الحزب اتخذ استراتيجية جديدة في نقل برنامج الانتخابي، وذلك بالاعتماد على 6 تجمعات كبرى. أما فيما يخص التجمعات في الجبهة الوطنية الجزائرية، غيرت استراتيجيتها هذه المرة في هذه الرئاسيات، بحيث أن سيعتمد الرئيس أو المرشح نتاعنا على 6 تجمعات كبيرة، يعني تكون في الجنوب الغربي، في الجنوب الشرقي، في الوسط، في الغرب، في الجنوب، يعني ونختموا بتجمع كبير في القاعة البيضاوية إن شاء الله، يعني بالجزائر العاصمة. وفي موضوع آخر، ما تزال الجزائر تدعم دون شروط القضية الصحراوية، حيث أوفدت بعثة برلمانية لزيارة مخيمات اللاجئين بولاية تندوف في ذكرى سقوط أول شهيد صحراوي، حيث قدمت جملة من المساعدات للشعب الصحراوي. بارك دفا رفق البعثة وعاد بالتالي. دعم غير مشروط، ذاك هو موقف الجزائر تجاه القضايا العادلة، ومنها قضية الصحراء الغربية، حيث أوفد البرلمان الجزائري بعثة نسائية لمخيمات اللاجئين الصحراويين بولاية تندوف لتقديم جملة من المساعدات. أقدم هذه الهيبة إلى السيد رئيس مجلس كذلك المجلس الصحراوي حتى تكون علاقة وطيدة نؤكد عليها وندعم القضية الصحراوية وندعم النضال وندعم القضية العادلة. أمن وأمان ينعم به اللاجئون الصحراويون بمخيماتهم في تندوف، غير أنهم يواصلون نضالهم من أجل الحرية والاستقلال بالرغم من محاولات النظام المغربي ثنيهم عن ذلك. نحن جينا هون اليوم واقفة تظاهرية مثل يعني منظمتها النساء، جميع يعني نخبة من النساء الصحراويات، من أجل إسقاط هذا الجدار الذلي والعار الذي عازل ما بين مواطنين الشعب الصحراوي، عازلهم إلى جزئين، جزء في المناطق المحررة وجزء في المخيمات اللاجئين. كل البرلمانيات الجزائرية الحاضرين هنا وقفة واحدة تضامنية لتأكيد موقف الجزائر مرة أخرى مع القضية العادلة، هذه القضية الصحراوية. هنا حينما تمتزج نسائم الحرية بنيران الاحتلال المغربي، يواصل المواطنون الصحراويون نضالهم من أجل استقلال بقية الأراضي الصحراوية المحتلة، وسيبقى جدار الذل والعار وصمة عار في خاصرة النظام المغربي. مبارك دفة، من أمام جدار الذل والعار، تلفزيون النهار. ختم الموجز، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.